حلقة الليلة غادي نشارك معكم حكاية عفاف اللي طاحت في الفخ نتاع خليني نجرب معاه حسن نهار ترشق ليا بقانتي نقول لي بسلامة حتى لقات راسها ما تقول بسلامة ولا وصل داك النهار ديال القانة. حلقة الليلة إذا تبعتوها غادي تستفدوا فيها مزيان، غير هو كنبشركم بأنه النهاية ديالها شي حاجة اللي هي إيجابية، فما تمشيو فين وبقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف ما وعدتكم البارح. واخا ما شفتوش الحلقه ديال البارح ولكن لا يهم، المهم كانت بغات خاطري انني نديرها ونديرها، فخلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا عفاف، تزاديت في المغرب وسط عائله اللي كتكون مني انا وزوج ديال خوتي الدراري. كبرنا وسط والدينا اللي كانوا بسطاء ولاني غادي يتقاتلوا على قبلنا وداروا بزاف ديال الحوايج باش اننا ما نعيشوش مخصوصين في حياتنا. المهم عائلتي بحال اغلبيه العائلات المغربيه محافظه وكانوا كيردوا لنا البال بزاف، ما عندناش الحق اننا نخرجوا نسهروا ولا يكون عندنا صحاب، وانا البنت ما يكونوش عندي صحابات. تزاديت في المغرب ومنين وصلت لأربع سنين الأب ديالي غادي يجيبنا لأوروبا. منين وأنا صغيرة كنت متفوقة في الدراسة ديالي والأساتذة ديما كيتكلموا عليا مزيان، والديا دائما كانوا فرحانين بيا وما كيتبعونيش ديري التمارين ولا هزي كتب ولا سيري تقراي، كانوا صراحة باغينا أننا نوصلوا ونجحوا وهذا هو كان الحلم ديالهم. والدينا كانوا معنا حنان وعمرنا ما احتاجينا شي حاجة وما لقيناهاش. حليت عيني وسط والدين اللي عندهم ضمير. انا شخصيا كنت شابه اللي هي بعيده على العلاقات وما كندويش مع الدراري، وعائلتي محافظه وخويا اللي كان كبر مني شويه كان منع عليا وسائل التواصل، واذا هضرت مره مع صحاباتي كان كيراقب ليا تليفوني، ولاني عمرني ما درت شي حاجه خايبه ولا جبت لوالديا شي مشكل. دخل سوق راسي وصف، ما عنديش مع داكشي ديال الدراري، غنكذب عليكم اذا قلت لكم بلي انه ما تيجينيش بعض المرات اعجاب تجاه شي دري في المدرسه، ولكن هذا لا يعني انني نمشي نهضر معاه ولا نخرج معاه ولا نقرب ليه. ببساطه كانت عندي قناعه تامه مع راسي انه شنو غادي تفيدني العلاقه خارج اطار الزواج، وخصوصا انا ذا كانت عندي 15-16 سنه مازال غير مقبله على الزواج وما كونش راسي، فما كاينش شي هدف. ورغم انني كنت كنشوف بنات وصحابات اللي كانوا كيخرجوا مع دراري، وبما انني في دوله اوروبيه فكان تقريبا ذاك الامر شبه عادي. المهم قريت حتى خديت الباك ديالي وانا عندي 19 سنه، بديت كندوز البيرمي، وهنا فين غادي تبدا حكايتي. منين كنت كندوزو كنت غادي نمشي نقرا في واحد المدينه اللي هي بعيده شويه على فين تيسكن والديا، ولكن هما ما قبلوش بسهوله انهم يخليوني نمشي ليها باش نقرا حيت كانوا محافظين بزاف، ولاني في القرايه في هذا الباب الوحيد فاش كانوا متساهلين معايا فيها. فمنين وصلنا لهذا الباب غادي يسمحوا لي باش انني نمشي لديك المدينه. فاش كتجي العطله الناس كانوا تيفرحوا ليها ولكن انا لا، لانه كان المتنفس الوحيد ديالي هي انني نمشي للقرايه. واخا كنت كنجلس مع والديا وكنخرجوا بعد خلاص كنمشيو للمغرب، ولكن كل شيء كان في اطار العائله، لا صحاب نخرج معاهم ولا نتلاقى بهم ولا صحابات يجيو عندي ولا حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي كان كيخليني انني ما نبغيش العطل حيت كنبقى غير في الدار في جميع الاوقات. المهم العطله الصيفيه نتاع الباك ديالي غادي نتقيد باش انني ندوز الكود ديال بيرمي كيف ما قلت لكم اللي بديت فيه القرايه، غادي ندوز اسبوع بالضبط وانا سنمشي. اللي لبسو في الحوايج هو هذاك، المهم عندي هدف انني نشد البيرمي. تر واحد النهار غادي يدخل واحد الشاب اللي زوين بزاف لديك المدرسه وغادي يجلس في اول طاوله، وكان كيبان لي بلي انه كبير ما عندوش ديك 18-19 سنه بحال بزاف اللي كانوا تيقراو معايا، حيتاش انا ذاك كانوا تما غير الشباب، هو الوحيد ديك الساعه كان كبير تصميم مر وصحيح. غادي يدور لعندي وجات عيني في عينيه وبدا كيشوف فيا. اول حاجه جات في عقلي واحد بحال هذا مستحيل يديها فيك عفاف، ببساطه حيتاش ما كانش عندي الثقه في النفس ديالي انه هذا الشاب يديها فيا. نهار اللي من بعده فاش غادي نعاود نرجع لديك المدرسه لقيتو جا قبل مني وجلس حدا البلاصه فين مولفه انا تنجلس فيها. دوزنا دوك الحصص اللي غادي يتبعوها حصص واحد اخرين. واحد النهار غادي طلبني باش انني نعطيه شي وسيله باش يكون تواصل ما بيني وما بينه، طبيعة الحال ما عطيتوش. دازت الايام وطلبني مره اخرى ولكن اصر ودرت الخطا وعطيتو. علاش وصلت معاه؟ لانه قلت مع راسي صافي راني وصلت لواحد المرحله اللي انا عندي فيها شي شويه ديال الحريه،
شديت الباك ديالي غادي ندخل المدرسة اللي هي عليا اللي عندي فيها 3 سنين. بالنسبة ليا كنت عارفة شنو باغا وكانت حياتي مدروسة، فقلت دابا يمكن نبدا نتعرف على شي شاب باش انني نفكر في شي مشروع ديال الزواج، حيت هذا هو الوقت المناسب وفي نفس الوقت اللي غادي يكون عندي فيه شي شوية ديال الحرية باش انني نتعرف على شي واحد، حيت في دارنا صعيبة القضية نتا ندير شي تعارف. المهم بديت كندوي معاه، سولني شحال في عمري حيت كنت كنبان صغيرة، وهو قال لي بلي انا عندي 28 سنة. صراحة كنت نقول مع راسي راني عارفة شنو سندير وغادي خير نجرب، واذا ما صدقش ليا غادي نسوسو في اي لحظة. من الاول غادي نكتشف بلي انه ماشي هو الشخص اللي غادي نكمل معاه حياتي، ولكن استمريت. اول حاجه كان كبير عليا بزاف، هو مغربي من نفس مدينتي اللي في المغرب ولكن ما تيدويش العربيه، وعائلته متفتحه وبزاف وكثر من القياس، زعما كانت الام ديالو ما كتصومش والاخت ديالو كلها كانت وشامات، عائلته كلهم زوجين بالاجانب، ما كانش عندهم ثقافه ولا القيم ولا الاخلاق الاسلاميه، وداكشي اللي كنت انا باغا في الزوج المستقبلي ديالي. كان بالنسبه ليه الدين هو رمضان، يصومو ويقول بلي انا مغربي مسلم، ولكن حتى شي حاجه ديال الاسلام ما كان تيديرها، وكان تيبان بلي انه ما تيخافش الله في كل حاجه كيديرها في النهارات ديالو. وراني مازال جايكم التفاصيل باش تفهموا. انا في ذاك السن انا ذاك كان قلبي عامر بمولانا، كل واحد وكيفاش كتجيه المراهقه، انا جاتني انني نتقرب للاسلام والدين ديالي، فكان بالنسبه ليا شيء مهم ومؤكد انني ناخذ واحد تيعرف ما بينه وما بين الله، وخا هذا الشخص صراحه شفت فيه كاع هاد الاخطاء وعطيته فرصه وحليت باب لي ما كانش خاصني نحلو من الاول. انا ما فرحاناش باش انه نقول هادشي، ولكن كنت كنقول انا باغا نجرب مع الحريه اللي ولات عندي ونقدر نخليه في اي لحظه، ولكن هادشي ما مشاش كيف ما قلت. في الاول بدا كيتكلم معايا وانا كنت نقول مستحيل نبغيه، مع كنت عارفه داخليا انني ما نقدرش نكمل معاه، ما كانش هو الشخص اللي بغيت وما كنشوفوش اب الاسره ديالي. داز الوقت دوينا بزاف وبديت كنتعلق به، انسان اللي فعلا بيع كلام وتيقول لي غادي نتزوج بك ونجي لداركم ونخطبك ونجيب جدي، حيت جدو كان اكبر واحد في العائله ومتدين، غادي نجيب جدي باش انه يتفاهم مع والديك وندير ليك ونفعل ليك ونسافر ونخرجوا، وانا راني تنبغيك وتنحماق عليك، واول مره شفتك انتيا ما بغيتيش تعطيني مرتك وبلا بلا 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 بلا. المهم ديك الهضره انا بديت كنتعلق به، وهنا غادي تكون اول صدمه، غادي يقول لي بلي انني خاصني نعترف لك بشي حاجه. واخا خويا كنسمعك، انا مطلق وعندي زوج ديال الوليدات صغار، وبدات يعاود ليا منين كنت صغير راني غلطت مع واحد البنت ودرت معها الحلال وما كنتش قادر انني نسمح فيها. المهم بدا كيبين ليا بلي انه الرجل الشجاع واللي تقدري ديريه في كتافك، بدا يقول ليا بلي انه تيبغيني وتيحماق عليا وبلي ما بغى يدير معايا حتى شي حاجه، اولا بالمعنى العامي في الطاجين ما يتحرق حتى يقول الحقيقه، وانا غادي نجي لداركم وغادي نعرفك على اختي وماما، ولكن قبل هادشي كله بغيتك تعرفي عليا هو الاول. عندي زوج ديال الوليدات صغار وتفرقت مع ماماهم وبزاف ديال الحوايج، تصدمت وما عرفت ما ندير، والشيطان غادي يوسوس ليا. عرفتي شنو يا عفاف؟ كملي معاه، انت تعلقتي به ولاني عرفتي شنو؟ غير كملي معاه حتى تستعدي وتكوني مهيئه انك تفرقي معاه، صافي وخليه. المهم قال لي دماغي بزاف ديال الحوايج، هو بدا تيقول لي شي هضره وشي كلام اللي تيقته، وقلت معليش اي واحد كيغلط ما فيها باس. انا هذاك في ذاك السن بقى صغيره تنقول واش انا نقدر على هذه المسؤوليه ونعطي فرصه في طريق اللي كان خاصني نوقفها من الاول. كنت عارفه بلي انا وعائلتي مستحيل تقبل ليا في ذاك السن شي واحد مطلق وعنده زوج ديال الوليدات، خصوصا ذاك الراجل بالضبط، من اكبر المستحيلات انهم يتقبلوه، وخصوصا انه عائلته خارج من الاسلام، عائلتي عباد الله ما غاديش تقبل. فبقيت انا غاده كل نهار كنشوف صدمات وما كاين غير الكذوب الكذوب وبزاف. كنت نشك في الاخلاص ديالو من جهتي، واحد النهار تنشوف واحد الاسم تاع واحد البنت مع قلب في التليفون ديالو، وعقلو مزيان على هذه حيت غادي نرجع لكم ليها، شكون هذه وعلاش صيفطات لك ميساج في السناب؟ ما خلانيش نحل، وقال لي لا راه خدامه معايا وهي اصلا شارفه، وراه صيفطات لي التصويره ديالها هي وراجلها وراه مزوجه وخدامه معايا. المهم كل مره كنت نشوف حاجه ماشي حتى لهي وتياكل لي دماغي وتيكذب عليا، كانت هي يقومه كانت يقوش وكنزيد معاه. بديت كنخرج معاه وكنخليه يتخرب ليا، ماشي صراحه شي حاجه اللي كانت بزاف، ولكن كان تيطلب مني نديرو علاقات، وكانت هاد النقطه عندي مستحيله، وليت كنشوف اي حاجه تقدر تفرقني عليه، ولكن استمريت. شدتني المصيده وبقيت غاده، كانوا عنده الطوموبيلات والفلوس والفيلات وما لاذ من الدنيا وما طاب،
ولكن ما كنتش كنتغر لانه ما كانش سخي، ما كانش كيصدق ولا حتى كيعطي. لدرجه ملي جبنا هذا الموضوع تنتذكر انه واحد النهار كنت خارجه انا وياه، دوك المرايات اللي كيكونوا تاع الطوموبيلات في الجناب، هو كانت تهرسات ليه شي وحده، كنا دايزين وحده واحد الطوموبيله، قال لي اه هذه بحال ديالي، عرفتي شنو غادي ندوز بالليل وغادي ناخذها. واش من نيتك فلان؟ شرا ما كيداش، راه حرام، سير شري لك شي وحده جديده. فشافني تعصبت عليه وكيفاش درت، لا لا غير تنضحك معاك، ولاني كنت عارفه انه ما كانش يضحك، انسان بخيل وما تيخافش الله. وسط هادشي راه تفرقت معاه ما مره ما زوج، ولكن كنا كنرجعوا مع بعضياتنا، كان انسان نرجسي ديال بصح، كان تيبين لي الحياه الورديه، وفي نفس الوقت كان كيبعدني على الناس وما تيبغيش يخليني نكون على علاقه بصحاباتي ولا عائلتي، وتيحاول لي يبين لي بلي انا هو الوحيد اللي مزيان معايا، وهو اللي تيبغيني وتيبغي لي الخير وتيعرف مصلحتي فين كاينه، وفي نفس الوقت راه غير كيكذب عليا وخائن. انا ذاك البنات اللي كانوا تيقراو معايا كانوا كيتبهروا من داكشي اللي تيبين ليهم واللي كيدير هو على قبلي، كل مره كنبغي نتفرق معاه كيضرب كيلومترات وتيحاول انه يتداخل من هنا ومن هنا ويستعمل خوتو ومو باش انه يرضيني ويدير المستحيل على ودي. وانا هنا فين كنت نقول لا راه تيبغيني ديال بصح، واخا عائلتي ما تقبلوش كنت صراحه كنشوف كيفاش ندير باش انني نقنعهم، واخا ما غاديش يبغيو، المهم اللهم نبقى معاه ولا نتعذب الا تفرقت عليه. بقيت بحال هكا، كل مره كنتفرق معاه كنتعذب وكنرجع ليه، حيتاش عمرني قدرت نواجه المشاعر ديالي. حتى لواحد النهار كنت نشك بلي انا راه ساكنه طليقته في دارو، ولكن عمرني ما شكيت انه يكون ساكن معاها، حيتاش عنده الديور بزاف، وزيدون كان تيبين ليا بلي انه مهووس بيا. فواحد النهار غادي يوصلنا ميساج في التليفون ديالي من واحد النمره، واش كتعرفي فلان اللي انتي معاه؟ سولت علاش. هاد النمره ما كثرتش معايا الهضره، غادي نعيط ليه وغادي نسولو شكون اللي يقدر يدير هادشي. وكيف ديما لقى لها تخريجه، جات كورونا وعرفت راسي بلي انني غادي نتحبس وغادي نرجع مع والديا، اول مره غادي يحبسونا جا رمضان هنا فين غادي وقع اللي خلاني انني نشارككم حكايتي. واحد النهار وانا صايمه تنوجدوا الفطور مع الدار، ولكن ما عرفش علاش كان عندي احساس قوي ديال انه هو ساكن مع الطليقه ديالو. غادي نبدا كنقلب على الفيسبوك ديالها حتى غادي نلقاها، لقيتها عنده وهو كان تيتحجج انا ذاك بلي انا امه وليداته وما خصوش يقطع معها التواصل، ولكن برزطات اني انها تكون عنده وكتفاعل مع اي حاجه كيحطها. عييت معاه يحيدها ما بغاش. غادي ندخل الفيسبوك ديالو وغادي نجبدها ودويت معاها، واش كتعرفي فلان؟ من بعد يومين عاد جاوباتني، لا انا راني مرتو. كانت صدمه حياتي انا ذاك، من بعد ما سولتها وجاوبتني في ديك اللحظه طرت من عنده هو اللي غادي يحيدني. وهنا فين عرفت وتاكدت بلي انه من بعد ما كان كيصحاب لي راني كلشي في حياته، انا ما ساويه والو. ما قلتش لها لا كيفاش ولا علاش ولا شكون انا، ما حاولتش نعرف والو. سؤال كان ضرني في راسي وجاوبتني عليه، حد قلت لها سمحي لي راني غلطت، ماشي انتي مع من كنت باغا نتكلم، يمكن ما تيقاتنيش، ولكن ما كنتش بغيت نجرحها حيتاش كانت في دار غفلون. فهاد الوقت غادي طيح في بالي ديك النمره اللي صيفطات ليا ميساج واللي كنت سجلتها عندي، غادي نعيط لها ونقول لها بغيت نعرف شكونتي وعلاش دويتي ليا على فلان. هنا غادي نعرف اكثر على الحقيقه ديالو، غتقول لي بزاف ديال الحوايج وشكون هو ديال بصح، كيفاش كان في دار مع مرتو خليله واحده اخرى تيدوي معايا، كيفاش تياكل في الطبسيل مع واحده اخرى وكيصيفط ليا انا. سنوات هو تيضحك عليا كل نهار وكيضرب مسافات ويمثل عليا ويشد اوتيل باش انه يبدا يجي يبكي على ودي، وفي الاخير غنعرف بلي انه كل شيء كذوب وبلي انا عمرني ما كنت شي حاجه في حياته. وهذيك البنت كانت اجنبيه، قالت لي بلي انها عندها 25 سنه وبلي منين وهي عندها 20 عام او هي كتعرفو، وقالت لي انك اذا قدرتي انك تهربي هربي وبعدي على هاد العائله وعليه وما تدمريش كيف ما انا تدمرت. قالت لي راني 5 سنين وانا تنعرفو، لدرجه انه ما بقيتش قاده نهرب من هاد العلاقه حيت غادي يبقى ديما في حياتي. واللي فهمت من هاد الشيء بلي انا هو تيمشي لعندها كل شويه ويقول لها انا تنبغيك، وهي عارفه بلي انه عنده حياه وحده اخرى ومستقره وهي قابله على هاد الشيء، وهو تيلعب ليها بعقلها بلي انا راني تنبغيك. حياتها توقفت عليه واحد الفتره، جا سكن معاها حملت منه وحيدات داك الجنين ورجع هو مع مراته. قالت لي بلي انه بزاف ديال الحق، غادوا لي بزاف ديال الحقائق اللي ضروني في قلبي واللي ما عمرني ما عرفتهم عليه. في ديك اللحظه جاني بزاف نهار واحد نعرف بزاف ديال الحوايج وبلي انه تيضربها وانا ما نقدرش نتقبل هادشي، خصوصا وانا شخصيتي قويه وما نتحملش هادشي. عاودت لي بلي انه امه عارفه بلي كيدير هادشي
وبلي اذا قدرتي تمشي سيري بلا ما تدوري من موراك. انا صافي انا داك طحت وما كانش عندي اختيار واحد اخر من غير انني نوض من جديد. غادي نصيفط ليه سكرين ديال مرتو اللي قالت لي انا مرتو، وهنا غادي يبان على حقيقته. عرفتوا شنو دار؟ غادي يصيفط لي دوك الايموجي اللي تيموتوا بالضحك وكيخرجوا منهم الدموع وبلوكاني. هادشي اللي كان سهل، كاع داكشي اللي كان كيدير على قبلي ما كانش حقيقي. ما عرفش شنو كان الهدف ديالو معايا، وكانت اول مره يبلوكيني. الاحاسيس كلها اللي حسيت بها ما كانش خاصني للاسف نبينها لعائلتي، كان خاصني انني نبكي في بيتي ونخرج نجلس في الطبله ديال الفطور ناشطه وفرحانه كان شيئا لم يكن. ديك العقده وديك الحرقه ما عنديش طريقه واحده اخرى باش نخرجها وانا محبوسه في وسط الدار. غادي نتواصل مع واحد الجمعيه تاع الاطباء النفسيين، وبما انه ما يمكنش نخرج نتواصل مع شي طبيب فعطاني الفكره على هذه الشخصيه اللي كنت معاها، وحاولت انني نعالج راسي وقال لي احسن حاجه غادي ديري انك تعيطي عليه وتخرجي كاع داكشي اللي عندك وقطعي عليه. فعلا داكشي اللي درت وسديت، ومن هذيك بديت كنخدم على راسي نهار على نهار. خدمت وعاوني مولانا فعلا حتى وقفت من جديد ولقيت راسي اقل ضررا وبقيت كنخرج من الاكتئاب. لكن اكثر حاجه عاونتني هي طريق مولانا، جددت التوبه ديالي ودعيت الله انه يسمح لي. ما كنتش كندير شي حاجه خايبه بزاف، ولكن على الاقل راني كنت نخطا. بديت قرايتي وبديت كنشوف حياتي من جديد، وربي بدا كيفاجئ على قلبي. من بعد ما فقدت الامل وقلت مستحيل انني نعطي فرصه وتعقدت، ربي غادي يعوضني احسن عوض وبسرعة اللي ما يمكنش تخيلوها. من بعد شهور قلال ربي عرفني بإنسان تيبغي الله، ومن نهار الأول قال لي سمعي يا بنت الناس عجبتيني وبغيتك للحلال وبغيت نتعرف عليك في الحلال. غادي نعطيه فرصة حيتاش المحيط ديالو بحال المحيط ديالي ونفس ثقافتي، وحتى هو من عائلة محافظة. رفض أنه تكون ما بيناتنا شي علاقة بمعنى أننا نخرجوا ولا ندخلوا مع بعضياتنا حتى يجي بدارهم. كنت خايفة نقولها الوالدية حيتاش بالنسبة لي النهار اللي غادي نقولها الوالدية صافي غادي يكون هو وماشي واحد آخر في بلاصتو. صليت صلاة الاستخارة بليل غادي نحلم بلي أنا وعائلته جاو عند عائلتي ودرنا الذبيحة، وفعلا غادي يجي لعند عائلتي وكان تعارف وكل شيء داز مزيان وبالزربة. نعيا ما نوصف لكم عائلته ما يمكنش، حلوة سكارة، الناس اللي عمرني ما توقعت أنه يكون عندي بحالهم. عاطيني قيمة محترميني، وفي أقل من عام غادي نديروا العرس وشرفت بوالدية وهزيت بريوسهم للسماء. اليوم حنا عام ونص باش أننا مزوجين ودايرين، وهو دايرني فوق من راسه وبدينا من الزيرو، واليوم كل واحد راه خدام فينا خدمة اللي كتليق به. هز بوالدية وتوصيني عليهم، بعكس الآخر اللي كانت يقول لي خبي على والديك ما تعطيش لوالديك ما تقوليش لوالديك. واحد الفرق سبحان الله اللي كان عجيب. كان حمد الله ونشكره لأنه أعطاني هاد الأسباب كاملة باش نتفرق على ذاك السيد، لأنه أكيد اليوم غادي نكون مضرة بزاف وما عارفش كيفاش غادي تكون حالتي. فاش كان تيقف مولانا ربي تيسهل كل شيء. بعض المرات فاش كنحزنوا حيتاش خسرت لينا شي حاجه في الواقع راه ما خسراتش، ولكن هي خير كبير لينا. ملي نطيحوا نتفكروا مولانا ونبعدوا من الحرام، وما نقولوش لا ندخل في علاقه حيتاش يمكن غادي نحبسها وقت ما بغيت، حيتاش تقدري تلقاي راسك بلي انك غرقتي بلا ما تحسي. اختي انا النصيحه اللي نعطي لبناتي هي ما تثقوش ما تثقوش ما تثقوش، وعافاكم ما تحلوا الباب لحتى شي واحد، حيت راه شحال ما كنتي مؤمنه وشحال ما كانت شخصيتك قويه راه تيجي تقدر يبدل لك كل شيء. راه الايمان اللي تخدمي عليه 10 سنين الا تلاقيتي مع شي ولد الحرام راه يقدر يحيدو لك في 10 دقائق، وشحال ما كانت شخصيتك قويه راه يقدر يلعب لك بشخصيتك. انا كنت كنقول لا انا مؤمنه ولا انا شخصيتي قويه ونقدر نخرجو من حياتي في اي لحظه، وكنبغي راسي اكثر من تنبغيه وداك الشيء كامل، وليني دوب الصح راه الا كان شي واحد نرجسي راه ما يمكنش داك الشيء اللي يقدر يدوز عليك. والله العظيم انا ملي كنتفكر شنو داز عليا عمر في حياتي ما كنت نتخيل انني نطيح في شي موقف بحال هذا، وثقوا بيا بانه كنظن بانه الله هو اللي عتقني، حيت راه لو كان هذاك الانسان ما في التالي ما بقاش دار محاولات ولو كان ما خرجش من حياتي يمكن كنت غادي نبقى مازال عاد في هذيك الدوامه واخا هذاك الشيء كامل اللي عرفت. داكشي علاش انا تنحمد الله وتنشكرو وكنقول البنات عافاكم ما تعطيوش الفرصه، حيت راه من تتحلوا لي الباب من تحلوا باب قلبكم ولا باب حياتكم راه تيقدر يدير فيكم ما بغا وتيقدر يلعب لكم بعقلكم. انا كنحمد الله وكنشكرو بانه العاقبه كانت بس عاطفيه واكتئاب وما كانش شي حاجه اكثر، ولكن راه شي مرات نقدروا نفقدوا كل شيء.
عافاكم ما تحلوش الباب، عافاكم ما تعطوش فرصة لشي واحد ما يستاهلهاش، عافاكم تهلاو فروسكم. وهذاك اللي غادي يبغي الخير معاكم واللي غادي يبغي ديال بصح الزواج معاكم، راه من نهار الاول تيقولها لكم، راه داك الشيء باين. الا عافاكم بانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك، الا بانت لكم شي حاجه في هذاك الراجل اللي نتوما ما تقدروش تقبلوها، من نهار الاول ما تغمضوش عينيكم، من نهار الاول ما تعطيوهش فرصه. هذاك الانسان اللي غيبغيك ديال بصح راه مستحيل يأذيك، وداك الانسان اللي غيبغيك نهار بصح نهار الاول راه داكشي باين، غير حنا البنات تنغمضوا عينينا صراحه، داكشي باين. اللي كيكون باغي معاك الزواج والمعقول من نهار الاول تيبان، ومن نهار الاول تيزرب عليك، ومن نهار الاول تيجي عند والديك. هذه الحقيقه، وهذا الشيء انا اللي وقع لي، والحمد لله ربي تيعوضنا بمحسن. دائما نديروا الثقه ديالنا في الله سبحانه وتعالى، ولا كنا في شي علاقه محرمه نوقفوا كل شيء ونثقوا في الله، حيت الله اي حاجه نخليوها على ود، ما اجمل العواد اللي تيعوضنا صراحه في كل شيء في كل شيء في كل شيء في حياتنا اليوميه. وريني عافاكم ما تثقوش في الرجال، ما تثقوش. اخر حاجه نبغي نقولها للبنات والمراهقات وكل شيء، حتى عارفه بان كاين بزاف اللي تيسمعوا ليك، هي راه الزواج ماشي وقت مناسب، ماشي حيت خدمت، ماشي حيت قريت وساليت، ماشي حيت كبرت في اللاج، ماشي حيت هاد الحوايج كاملين، صافي راه كتوصل واحد الوقيته غنحل الباب وغنتزوج باي واحد، ولا شي واحد غيجي يخطبني وغنتزوج به غير حيت هذا هو الوقت المناسب ليا، ولا حيت غيفوتني الدران ولا اي حاجه. الزواج ماشي هو وقت مناسب، ولاني هو انسان مناسب. عافاكم ما تعطيوش روحكم وحياتكم لاي واحد، ماشي حيتاش غادي نكبر في اللاج راه غادي نزوج باي واحد غير حيت غنخاف انه ما نزوجش بشي واحد اخر. الصراحه انا وليت كنامن بانه كل شيء وقت مناسب، واي حاجه الله مكتبها لينا غناخذوها في هذه الدنيا، فما كاينلاش نتسرعوا. الزواج ماشي هو وقت مناسب، ولكن انسان مناسب ياك. وخص اي حاجه ما غاديش نتقبلوها في نهار الاول خصنا نحبسوا، حتى شي واحد ما غيتغير على ودنا، وحيت الواحد من تيلعب ليك في عقلك تيقو بيا كتقبلوا شي حوايج اللي مستحيل كنتو تقبلوهم في وقت عادي، ولاني راه تيدير لكم غسيل الدماغ. والحاجة اللي نختاروا على ودها الزوج المستقبلي ديالنا هو الإيمان، شي واحد اللي يكون مؤمن. والله العظيم من كيكون واحد مؤمن وتيخاف الله ما تخافيش منه، أما واحد اللي ما تيصليش، واحد اللي ما تيخافش من الله، واحد اللي ما تيذكرش الله، راه كيفاش بغيتي يتفكرك انت؟ كيفاش بغيتي إلا ما تفكرش الخالق ديالو، إلا ما تفكرش الله سبحانه وتعالى، إلا ما تيديرش الواجبات ديالو اليومية مع الله، إلا ما تيصليش كيفاش غيدير الواجبات ديالو معاك؟ انا صراحه من بعد هذا المشكل اللي وقع لي ما بقيت كنطلب والو، حيت هذاك الانسان راه كان فيه كل شيء، كان فيه الفلوس، كان فيه كان عنده كل شيء، كان عنده كل شيء، الفلوس، الزين، كل شيء كل شيء، ولكن ما كانش عنده الايمان القوي. وثقوا بيا بانه الا ما كانش هذا الشيء مستحيل تكون الراحه الايمان. انا من بعد ما وقع لي هذا المشكل وليت كنقول هذاك اللي تيخاف من الله انا ما غنخافش منه، ودرت الايمان ديالي في الله، وسبحان الله ربي سبحانه وتعالى عطاني واحد تيخاف من الله وما كان عنده والو في الاول، وسبحان الله كيفاش ربي سهل عليه من بعد. ديال بصح خذوا هذاك اللي تيخاف من الله وما تخافوش منه، ربي كبير وتيعوض كل واحد على النيه ديالو، ما تيقوش. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية عفاف يا سادة الكرام. ها علاش العلاقات خارج الزواج محرمة، حيتاش كتكون زوينة في الأول صحيح، والحب والقلوبة والرومانسية، ولكن من موراها غير العذاب، وما كيتلا معاها غير العذاب. كنتمنى أن هذه الحلقة تكونوا استفدتوا منها. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقاو بعد غدا إن شاء الله. سلام سلام.